الموضوع اللي كنت بتكلم فيه من الاول، هل اتفضلي. حضرتك مع المصالحه مع الاخوان؟ بس ممكن اقول نص كلمه. اتفضل حضرتك. يبقى اللي بيتهم امثالي بان هم متشددين هو المتشدد، لان كتاب تنبيه الغافلين بحقيقه فكر الاخوان المسلمين والحلقه بتاعت سيد علي موجوده على اليوتيوب سنه 2011 قبل المشأمه بتاعت 25 يناير، ومصر كانت في وادي ومحمود عامر في وادي، وحذر وحدد عناصر الصراع في صفحه 65 من تنبيه الغافلين بحقيقه فكر الاخوان المسلمين الطبعه الرابعه 2004 هو محمود عامر، وحددت عناصر الصراع. يبقى دي متاجره، دي تمام. متاجره. 25 يناير مش مشأمة، ماليش فيه. طيب. لا ما انا برد عليك. لا انا مش هتناقش على 25 يناير دلوقتي. 25 يناير ثوره دكتور جمال، الدكتور جمال بعد اذنك وانت لم يكن لك اي دور فيه. دكتور جمال بعد اذنك مش موضوعي 25 يناير دلوقتي. يشرفني وانا اعلنت. اسمع يا استاذ شيخ محمود، مش هنتكلم على 25 يناير. اعلنت هذا قبل الثوره وبعدها، وطلعتوا بالميكروفونات تحذروا الناس انتوا، وبعدين بيعتوا مبارك وبيعتوا اللي بعده وبيعتوا اللي بقول لحضرتك ايه؟ انا بقول لك يشرفني وانا بعلنها الان اهو. دكتور جمال بعد اذن حضرتك، يشرف محمود عامر انه لم يخرج في 25. بعد اذن حضرتك، حضرتك كده بتخرج بره الموضوع. اتفضلي بقى حضرتك مع